السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أحمد المدهوم، قناة Learn English with أحمد. قلت لكم محادثة جديدة بعنوان I'm running out of fuel. المحادثة هذه كنت بكتبها من أمس، بالفعل خلصتها أمس الصباح، بس ما كان في حل أرفعها على اليوتيوب وأسجلها، لذلك قمت بتسجيلها الآن خميس after midnight، بعد منتصف الليل، وكنت بتسجيلها ورفعها في هذا الوقت. المهم، معانا محادثة جميلة جدا فيها مفردات مختلفة تماما عن كل المفردات اللي استخدمناها. محادثة جديدة بعنوان I'm running out of fuel. I'm running out of fuel. وقود سيارتي ينفذ. تعال ندخل في هذه المحادثة. المحادثة تبدو ما بين شخصين. Stranger اللي هو الغريب. Stranger أو Stranger حسب لهجتكم. كان عامية أمريكية. Stranger هذا شخص غريب أو الأجنبي، بيكون في دول أجنبية. وهنا الطرف الثاني في المحادثة هو Policeman، رجل الشرطة، رجل الأمن. بدون المحادثة من هذا الشخصين. تعال نقرأ هذه المحادثة بشكل كامل مع الترجمة، بعدين نقرأها بشكل كامل ودون ترجمة، بعدين ندخل في شرح المفردات والمصطلحات. نبدأ. How far is it from here? How far is it to Denver? How far is it? كم تبعد to Denver؟ إلى كم تبعد من كم تبعد كم طريق يبعد إلى دنفر؟ يعني كم المسافة وكم بعد المسافة اللي هنمشيها لين ما نوصل دنفر؟ دنفر، عشان في ناس ما تعرف شيء دنفر، أنا أقول لكم شيء. دنفر هي ولاية في دنفر هي قرى أو قرية في ولاية كولورادو، في الولايات المتحدة الأمريكية. تعالوا أريكم صورها. هذه صورها. دنفر وينتر، دنفر ان وينتر، الشتاء، الشتاء في دنفر. خريطة، هذه خريطة دنفر، وهذه الحياة الليلية بالنسبة لدنفر والسهر كمدينة سياحية عالمية. وهذه دنفر سيجرتس، حتى مدينة ولاية بتصنع دخان كمان، دخان دنفر وأشياء كثيرة أخرى. تعال نفرج هذه المباني الشاسعة كلها موجودة في دنفر. شو سبحان الله، شوف هذا هذا الجبال مع المباني مع الشجر، شوف هذا المجسم، هذا المجسم كيف زي الدراج اللي في جدة عندنا، وهذه فخمة جدا، يعني شاسعة فخمة، ومدينة ساحلية عالمية. شوف كيف المباني، أبراج، أبراج عملاقة، يعني مدينة ساحلية عالمية ليس لها مثل، يعني زي دبي وأحسن من دبي مليون مرة. ممكن تكون هذه عاصمة أمريكا، يعني مو عاصمة أمريكا، يعني المظهر أو عاصمة أمريكا نيويورك، بس ممكن تكون هذه يعني من أحسن المدن أو أحسن ولايات أو أحسن قرى من الولايات الأمريكية. تمام، هذه الصور ممكن تشوفوها في جوجل صور. تعالوا نرجع لمحادثتنا بشكل سريع عشان ما نطول ونبدأ. How far is it to Denver؟ كم يبعد الطريق إلى دنفر؟ دنفر كم شرناها؟ policeman يرد عليه it's quite long. quite long لا تأتي طويلة، quite long بعيدة، بعيدة تماما. it's quite long إنها بعيدة تماما. I don't know but I guess it's about a couple of 100 kilometers. I don't know أنا لا أعرف but I guess it's about، لكن يخمن انه حوالي او انها تبعد حوالي. لاحظوا في هذه الجملة احنا it's about a couple of 100 kilometers، يعني انها تبعد حوالي اثنان او زوج او اثنان من او 200 kilometers. هنا couple تعني اثنان، وهنا 100 مئة، اذا 200 kilometers، كيلومتر مربع. طبعا كيلومتر تعرفينه، الكيلو هو 1000 متر، والمتر 100 سنتي، وهذا القياس بالنسبة شائع للعرب. لاحظوا في هذه الجملة I guess it's about a couple of 100 kilometers. ما جبنا كلمة تعني تبعد، لكن أتت بصيغة الجملة. it's about المصطلح الرهيب هذا جاء بمعنى يبعد. It's about إنها تبعد حوالي، يا جاد معنى حوالي وتبعد،
في نفس الوقت. إذن هذا من إحدى المصطلحات اللفظية، وممكن يذكر في كتب المصطلحات الشائعة، ممكن يذكر لأنه له معاني كثيرة جدا، حوالي حول يبعد. نرجم مرة ثانية. I don't know but I guess it's about a couple of 100 kilometers. أنا لا أعلم لكني أخمن بأنها تبعد حوالي 200 kilometers. كيلومتر 1000 متر يعني. Stranger الغريب أو الأجنبي. Then I must fill up my fuel tank. Then إذن أنا I must fill up. أي استلزم علي. هنا must يجب للواجب والضرورة، للاستلزام والضرورة عفوا. must للاستلزام والضرورة لضرورة قصوى، وهي أحدث علم مدلس فيرب. ما هشرح كثير عشان أقدم درس في الأيام القادمة هشرح فيها جميع أفعال المدلس على عدة فيديوهات داخل جمل ولوحدها مع الترجمة والشرح والتبسيط. I must fill up. Then I must fill up my fuel. إذن أنا ينبغي علي أو يستلزم علي أن أملئ. fill up يعني يملئ إناء مثلا. my fuel tank خزان البنزين أو خزان الوقود. كل عارفين الوقود هو بنزين، هذا اسمه فصحى وهذا اسمه بالعامية. I am running out of fuel according to the indicator. أنني أنفذ من يعني نفس الجملة هذه، وقود سيارتي ينفذ. هنا يقول I'm running out of fuel according to the indicator. وقود سيارتي ينفذ وفقا للمؤشر. indicator. indicator هو عداد البنزين. indicator هو مؤشر أو عداد البنزين احنا بنسميه عندنا في المملكة. عداد البنزين. Is there a gas station? Is there a gas station near here? هل هنالك؟ Is there? هل يوجد؟ A gas station. محطة بنزين. Station محطة. Gas بنزين. محطة بنزين. محطة بنزين أو gas هو نفس واحد. Near here. قرب في القرب. قريب من هنا. Near here. دائما تجي نهاية الأسئلة. Near here. قريب من هنا. في القرب. قريب من هنا. فإذا دير gas station near here، هل هنالك محطة قريبة من هذه من هنا أو من هذه المنطقة؟ لاحظوا إنه is there هل يوجد، وإذا عكسناها بتيجي معنا there is هنا يوجد. policeman yes there is a gas station just here. yes نعم يوجد. there is a gas station just here. هنالك أو يوجد محطة بنزين هنا تماما. هنا just يعني هنا تماما أو هنا بالضبط. just هذا لازم تعرفوا كل معانيها حتى ما تعرفوا الصيغة ومعناها حسب صيغة الجملة من صيغة السياق اللي هو المحادثة أو سياق القصة أو أي كان. just تعني تماما أو بالضبط. just here تماما هنا بالضبط هنا. هنالك محطة هنا بالضبط هنا أو تماما هنا أو هنا تماما عفوا. it's about 10 kilometers away. it's about إنها تبعد حوالي إنها حوالي أو إنها تبعد حوالي 10 kilometers. لاحظوا إن أتينا بمعنى away بعد معنى حوالي اللي هو بعد about، بينما هي موجودة في آخر الجملة. بس هكذا هي الإنجليزية تضبط يعني في أشياء تكون مترجمة بالمعكوس باللغة العربية، يعني مترجمة بالعربي غير كتابتها بالإنجليزية، مو نفس النمط مو نفس الترتيب. هو هكذا المصطلحات وهكذا اللغة الإنجليزية بصفة عامة. لكن نبدأ مع نوصلنا وين. stranger. stranger. stranger on the tires. one of the tires عفوا حرف ناقص. one of the tires should be mended. Can I see somebody to see to it? One of the tires should be mended. واحد من الإطارات، أحد الإطارات يجب أن يصلح، يجب إصلاحه. Should be mended. Should be mended تعني
يجب إصلاحه. يجب إصلاحه. should أفعال المدلز معناها يجب، والواجب الواجب الواجب والنصيحة، ذكرت يجب الواجب والنصيحة، بينما mended مصلح، should be mended يجب أن يصلح. Can I see somebody to see to it؟ هل أستطيع أن أرى شخصا to see to it ليصلحه؟ to see to it مصطلح، مصطلح لفظي، ممكن يكون مصطلح المكتوبة في الكتيبات، لكن أنا موجود في الكتيبات يعني قليل، يعني مو شائع جدا، لكن باختصر لك جملة كاملة. to see to it لترى شخصا ما، to it ليصلحها. to احنا اختصرنا فعل هنا، to see to it ليصلحها، حسب صيغة الجملة. مثلا لو قلنا my tear أو my eyes، أو نقول مثلا my blood، قدام ثواني أفكركم في مثال. my skin is bleeding، I need to see somebody to see to it. مثلا إيش قول، إيش قلنا؟ my skin is bleeding، بشرتي أو جلدي ينزف، أو لدي جرح ينزف في الجلد. I need to see can I see somebody to see to it، هل أستطيع أن أجد شخصا ليعالجها؟ يعني حسب صيغة الجملة نقدر نصير معنى to see to it، إذا كان علاج مريض ليصل ليعالجها، إذا كان إصلاح ليصلحها، إذا كان أي شيء ممكن تجيب نفس معنى وظيفة هذه الجملة زي ما صيغناها. إذا كان إصلاح ليصلحها، مريض يعني مريض ليعالجها. مثلا صغير مثلا نقول ليكبرها، ليمدها، ليفردها مثلا، وهكذا تصير صيغنا الجملة. one of the tires should be mended، can I see somebody to see to it، احدى الاطارات يجب اصلاحها، هل لي ان اجد شخص ما ليصلحها to see to it. طيب policeman at a gas station there is always a tire repairman don't worry about that. At the gas station، في محطة البنزين، there is always a tire repairman، هنالك دائما دائما هنالك مصلح إطارات. وكيف العكس؟ دائما، أول شيء دائما هنالك مصلح إطارات. كلمة ما تترجم في هذه الجملة، إنها باينة من رجال ورجل مصلح إطارات، ما تترجم حرفيا باللغة العربية. don't worry about that، لا تقلق حيال ذلك أو في على هذا الموضوع، في هذا الموضوع. thank you very much sir stranger، thank you very much sir. تعال نقرأ هذا المحادثة بشكل سريع بعد ما قرأنا الترجمة بشكل تفصيلي. How far is it to Denver؟ It's quite long. I didn't know, but I guess it's about a couple of 100 kilometers. Then I must fill up my fuel tank. I'm running out of fuel according to the indicator. Is there a gas station near here? Yes. There is a gas station just here. It's about 10 kilometers away. One of the tires should be mended. Can I see somebody to see to it? At a gas station, there is always a tire repairman. Don't worry about that. Thank you very much, sir. Thank you very much, sir. Vocabulary. فوكابلري تعني المفردات. تعالوا ندخل في هذه المفردات. في طلعت لكم هذه المحادثة القصيرة 30 مفرد، تعالوا كلها فيها مفردات مهمة جدا، وفيها شرح لأفعال، وفيها مصطلحات، وفيها زيها وفار كم يبعد. اللي اكتفى بهذه الترجمة، احنا وصلنا كم دقيقة؟ احنا وصلنا 10 دقائق. اللي اكتفى بالترجمة اللي وصلنا لها وقرأت النص ممكن يجاوز الفيديو هذا ويشوف فيديو ثاني. اللي حاب يستفيد أكثر يدخل معانا خلط في هذه المفردات المفيدة. نبدأ. run out ينفذ، مصطلح أو عفوا فعل مركب، وفعل مركب تعتبر جزء من المصطلحات. fuel وقود. how far كم يبعد. away يبعد أو بعد. quite long بعيدة تماما.
guess guess يخمن about about حول أو حوالي أو حول أو عن وأحيانا تأتي وأحيانا تأتي بمعنى كنا تركتكم إياها وأحيانا تأتي بمعنى يبعد يبعد كابل كابل زوج أو اثنان من زي ما قلنا a couple of 100 kilometers 200 كيلومتر kilometers تعني كيلومترات وحدة قياس واحد كيلو يساوي ألف متر هذه وحدة قياس احفظوها مهمة جدا أنا ما أعتقد إن في حد ما حفظها إنها سهلة جدا must must يجب أو يستلزم للضرورة للضرورة القصوى والإلزام للضرورة القصوى والإلزام fill وحدة في عالم models models verb fill up fill up يملأ تانكي أو خزان أو إناء مثلا fuel tank fuel tank خزان وقود خزان البنزين according according حسب أو وفقا لي then then إذن أو ثم أو عند إذن بس أول شيء إحنا بنكتب اللي جاء في صيغة الجملة اللي في المعنى حسب صياغة الجملة بنذكر أول معنى نذكر المعنى الثاني اللي هو ما جاء في الجملة هذه ما جاء في المحادثة هذه يعني بصفة عامة بيحدث يعني هذا الكلمة تعني معنى يعني حسب وهو من نفس سياق المحادثة اللي احنا قلناها وفقا ليه هو المعنى الآخر لنفس الكلمة اللي هو معنى متشابه من بالنسبة لكلمة according وهذا كذا وهكذا indicator 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 مؤشر أو عداد البنزين gas station gas station محطة البنزين near 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 تعني قريب there's there's يوجد هنا tire وفي البريطانية نحذف الاي بنذكر الواي بداله بصير نفس المعنى tire بس كل الأمريكية tire والبريطانية tire نفس المعنى نفس المعنى ونفس اللفظ لكنها واي بالبريطانية على ما أظن زي type كلمة type يكتب should be mended should be mended يجب إصلاحه somebody to see it somebody to see it شخصا ليصلحه حسب سياق الجملة اللي جات في المحادثة لكن ممكن تسيقه على سي على أي جملة تبغاها أنت to see to it to see to it ليصلحها ليركبها حسب ما أتى قبله في الجملة زي ما قلت لكم المثال my skin on my face is bleeding I need somebody to see to it مثلا وجهي ينزف جسدي ينزف أي شيء في اسمي ينزف أريد أبغى أن كان find someone to see to it هل يحصل على شخص ليعالجه أو ليعالجني can إحدى أفعال models models verb وتعني can يستطيع وهي أفعال models verb always always تعني دائما a tire repairman مصلح إطارات just here هنا تماما هنا بالضبط don't worry لا تقلق policeman هذا طرف المحادثة الثاني رجل الشرطة أو رجل الأمن والطرف الأولاني في المحادثة هو stranger أو stranger حسب اللفظ أو اللهجة اللي تتحدثون بها العامية أم الأمريكية stranger تعني stranger غريب أو أجنبي كذا نهاية المحادثة أتمنى يكون هذا الفيديو فهم من إعجابكم أتمنى أن عجبك فيديو ما تحرمنا من اللايك والشير والسبسكرايب والاشتراك في القناة أتمنى كل واحد شاهد هذا الفيديو يضغط على زر الاشتراك
لإشاهة جميع الفيديوهات القادمة والدروس والقواعد والمحادثات والكورسات القادمة. وضغط على زر لايك تحفيز هذا الفيديو، وأيضا وضغط على زر مشاركة لمشاركة هذا الفيديو في مواقع التواصل الاجتماعي ليراه الجميع وتعم الفائدة، والتعليقات أسفل في هذا الفيديو لنرى مدى تفاعلكم مع هذه المحادثة وهذه المفردات وهذا الشرح وهذه المصطلحات وهذه العبارات من هذه المحادثة. إذا كان يعني أراءكم مهمة جدا، وإذا كان عندك رأي ريت تكتب رأيك في التعليقات داون بلو. ريت إن في ناس تكتب، عندي واحد يكتب من العراق يعني مع احترامي يكتب تعليقات ساخرة، يعني رجاء ابتعدوا عن التعليقات الساخرة، فلتكن تعليقاتكم إيجابية وبناءة لنا ولكم. طبعا كل واحد بيشاهد الفيديو بيقول هذا الفيديو، طب ما في قبله هذا الفيديو، وقبله هذه المحادثة، وقبلها محادثة في المستشفى، وقبلها محادثة في الثواني مش في عنوان هل يحبوا الأباء أولادهم، وقبلها محادثة. المهم هذه كلها محادثات، حوالي 10 محادثات في علامة تبويب واحد مسويها أنا. يعني اللي بيشاهد هذا الفيديو ممكن يدخل على قناتي ويشاهد جميع الفيديوهات السابقة اللي تشرح المحادثات اللي هي نقل المستشفى أو المحادثة هذه شخصيا اللي هي ثواني حقت ال I'm running out of fuel وقود سيارتي ينفذ كذا. أنا مضطر إن الفيديو نطول طال إن شاء الله، معنا بكرة أو بعد بكرة مع درس الأفعال، الأفعال المودلز مع الترجمة مع الشرح وداخل جمل ولا وحدها. أتمنى يكون هذا فيديو من إعجابكم، والسلام عليكم ورحمة الله.